أكيد وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الأخيرة لليوم لنحكي فيها عن الإكسسوارات. أكيد الملابس الصيفية الألوان هيك الحلوة والمفرحة أكيد بدها إكسسوارات. رشا عم تشوف الإكسسوارات، طبعا هاي الفقرة بتهم كل الصبايا، لنحكي عن الهاند ميد والإكسسوارات، وطبعا لكل مصممة إكسسوار إلها بصمتها الخاصة بهذا المجال. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا مصممة الإكسسوار هدى الحلبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا هدى. رشا لهلا الصهيك عم بتشوف هلا هي بدها تتخانق معي تارك أنا. هي بتعرفني متعودة علي، أنا بتاخذ علي هي القصص يعني مو بإيدي يعني. أكيد قصص كثير حلوة فينا. تمام شو الألوان الحلوة؟ شايفة؟ يعني دائما في ذوق بالستايل، أكيد هذا عم يعكس على ذوقك بالتصميم الإكسسوار. خلينا هيك بداية نحكي عن الجديد بعالم الإكسسوارات. الجديد هلا الجديد القش اللي شايفينه كثير هلا صارت موضه، حتى هلا بده يصير في اكسسوار قش، في شغلات كثير جديده بلشت تنزل اكثر من قبل. كل ما الامور عم تتوسع اكثر. بس هاي القماشه كثير حلوه، انا عم شوفها على جزدين حجم كبير يعني تماما، حتى الاكسسوار اللي عليها يعني. قديش هي بتاكل شغل تقريبا يعني بتصميمها؟ وقت نحكي ايه يعني اذا هيك موديل بحكم انه انا صار عندي عاده نص ساعه بحكم العاده، اما في موديلات الكبيره او هيك قصص بدهم شغل. هلا اليوم هون لاصق يعني عم نستخدم فقط اللاصق ب ايه، بس هون الغلطه يعني بتضرب القطعه كلها لانه هو لاصق بدها حذر يعني. اذا انت ما كنتي عارفه الرسمه اللي بدك اياها ضربت القطعة. اليوم عم نشوف حتى السدرين طقم مع الجزدان يعني كثير دارجة هاي القصة يعني، نفس الرسمة نفس الألوان نفس الإكسسوار الموجود عليها. خلينا هيك نحكي، حكينا شوي عن الجزدين، روح لعالم الإكسسوار والصبايا واللي بتحبون رشا اللي بحبهم. شو رايك اليوم؟ خلينا نحكي ليش دائما يعني دائما المصممين بيروحوا للالوان الذهبيه، مع انه اليوم الالوان الصيفيه يعني فينا ناخذ الوان ثانيه يعني، ولكن بتركزوا على هذا اللون دائما. حتى بنلاحظ هذا الصيف الالوان الذهبيه عم يتدخل لها الوان ثانيه من الوان الصيف يعني مثل الاخضر والاصفر. المشكله الذهبي يعني ما حدا ما بيحبه، نادرا لتلاقي انه الفضي محبوب، انت بدك دائما تاخذي العالم شو بتحب، ما فيك تحطي بس الموديل اللي انت بدك اياه. وبالذات هاي السنة راجعة موضة الجنازير كثير يعني بشكل غريب، راجعة موديلات كثيرة يعني. سمعتي شيء؟ اليوم هدى هيك هدى يعني حتى الستايل اللي لابسته بإيدها يعني نقزت فجأة حبيت. لا عم طلع بس عم نقول ما شاء الله قد إيه اليوم في تقنية بالشغل يعني. في بدي إجباري بده يكون في دائما تغيير، كل يوم عن يوم بيكون في تغيير إجباري. الالوان اللي عم ندخلها هي على الخيط التركي لانه هدول صيف. هذا قبل ما نرجع هيك للالوان، احكي لنا كيف بلشتي بهذا المجال، هيك اول مره بلشتي فيها، اول قطعه اشتغلتيها؟ انا بلشت اول قطعه بخواتم السلسله اللي بدها رشا اللي ما شابيته مع اليوم. كيف بلشتي يعني، شو الصعوبات اللي واجهتيها، وبالبدايه هيك كيف خطرت ببالك هي الفكره انه تشتغلي بهذا المجال؟ بلشت من حوالي الأربع سنين. كانت هيك عبالي أعمل شيء جديد، وضع يعني بتعرف وضع البلد وضع الصعوبات لحتى يعني شيء مثل ما بيقولوا مردود مادي بالنسبة مردود مادي تماما، شيء إضافي على اللي أنا عندي. نزلت فكرة والترند تبع خواتم السنسلة وحبيت أعمل شيء لإلي. كان جربت كثير على حالي قبل ما بلش. هي ورشات أصل هزار طلي ذهب كذا، بلشت بأول قطعة بخاتم وفتنا وبعدين انطلقتي. اذا صعوبات واجهتها هي الالوان. يعني اول فتره كثير بيلعبوا بالالوان، بيقولوا لك مكفول هو مو مكفول، ولحد اليوم بعد اربع سنين انا كل يوم بكتشف شغلات جديده بالاكسسوار. عم تحكي اليوم عن الثقه بالمواد الاوليه؟ تماما. يعني انا لحد اليوم اي قطعه بعملها بجربها على حالي. كثير مهمه هي القصه. حتى سواء شناتي اكسسوار السليبرات كلها بجربها، ممكن تكون نوعيه القش مو منيحه. انت ما فيك تبيعي مثلا قطعه بعد ما العالم عرفتك بسعر مثلا شوي عالي بالنسبه لوضع اللي نحن فيه وتطلع مو تمام الكواليتي تماما. هون بدها تكون يعني يعني نقطه خلاص انت نزلتي، بدل ما تطلعي نزلتي. يمكن اول قطعه اشتغلتيها كانت خاتم. خاتم الي باسمي. صح. ولهلقته عندي، ولهلق كل ما بشوفه سبحان الله بتذكر اول يوم لهلق واجهت كثير
بالذات لما بتنفقد القطع، الكهرباء، الطلي، مولدات وزباين كثير انه وقت وكذا، فسبحان الله بدك تضلي بدي فوت شغلات جديده لحتى تغطي على تقصيرات ثانيه مثلا. يمكن هاي الصعوبات هي صعوبات عم اليوم عم تواجه كل صبي عم يشتاق الى مشروعه الخاص. مثل ما قلتي كل حدا ذوقه الشكل بالالوان بالموديل والوضع، يعني الكهرباء انت اليوم اكيد بحاجه لمولدي او شيء. خلينا نحكي اليوم عن هدول لفت نظري. ذكرتي هلا شغلي أذواق، يعني هي من اهم الصعوبات اللي عندك انه انا بحب هيك ما بحب هيك. وانا بحب هيك. بتحبي هيك؟ خصوصا يعني فيهم الوان الاخضر ولا هيك الالوان هلا هي الالوان نفسها ممكن نفوتها بالجنازير بس تطلع كثير ضايجه. ما بتشعري انه يعني لهم عمر محدد هدول الموديلات او لا؟ يعني اليوم الصبايا عم يروحوا عليها بشكل عام بغض النظر عن العمر اليوم؟ هلا ايه بغض، لا هدول عم يروحوا لكل الاعمار اولا، بس هدول وقتهم بيخلص يعني انت فتره الصيف استحاله حدا يلبسهم بالشتاء، لا حتى لو كان لونهم هادي، هو هذا الخيط معروف للبحر للمسبح بيلفت نظر والعالم بتامن تلبسه اكثر، انه بيقولوا لك ايه قد ما كان صعبه اللون الا ما يصير له شيء يعني عنه. اذا ما رحنا على البحر ما فينا نلبس. هلا بنشوف لي هلا صار ترند كثير يعني هلا ترند اكيد ما في بحر لانه كلياتنا ما عندنا بحر. عم نشوفه للامانه عم نشوفه فواصل يعني. ايه بس هذا هلا متى ما قطعتي مثلا هذا الشهر بخف، مو بس بخف بينقطع بيعه تماما. ما شو بدهم ياخذوا هن اللابسين قطن تماما حتى ما ببين تحت الثياب تماما، فبيرجعوا العالم. ورغم هيك الجنازير هي موضتها الشتويه هلا راجعه اكثر بالصيف. يعني انتم شايفين هلا الاطواق عم يتخلاها فراشات كذا، هي موديلات كلها صيفيه. هدى ذكرنا شوي الصعوبات، خلينا نحكي عن الدعم. اكيد كل حدا بمراحل عمله او دراسته دائما بيكون في شخص او اشخاص بيدعموه بهي المرحله. في حدا دعمك بهذا المجال؟ هلا اهلي اكثر ناس كانوا داعمين لي اللي حوالي. هذا كثير مهم. بس ما في حدا ثاني. دائما الاهل او المحيط يعني هو بيكونوا الداعم الاول والاساسي بنجاح أكيد. اي عمل، لانه فتحي لك الحدا ايجابي بحياتنا اليوم عم يقول لنا استمروا رغم كل الصعوبات صحيح. اللي عم تواجهها. انا بهذا الشغل بالذات اللي كانوا عم يحاربوني اكثر من اللي دعموني بكثير. خلينا نروح لهذا الجنزير، كمان صرنا نشوفه كثير صبايا عم يستخدموا، ولكن كمان بتشعري انه صيفي. احلى احلى من الشتوي. حتى على الثياب بنلاحظ هي الاكسسوارات والسناسل. يمكن انا يعني انه كثير السنه يعني انه بتحسي هدول القصص على الثياب حتى موجوده. مزبوط، هي عم اقول لك هي السنه بالذات موضه الجنازير رجعت اكثر من قبل، يعني حتى السليبرات صار عليها جنازير. انا اول قطعه اشتغلتها جنزير الشناتي والسليبرات واخذت دعم كثير يعني العالم والالوان الذهبيه. وهلا انا مكتره اذا ملاحظه فضي لانه انا ما بعمل فضي، بس كثير عم ينطلب وكثير عم يحبوا يدخل لهم الوان، يعني مو جنزير ساده مثل قبل او مثلا طبقات هيك، يدخل لهم شيء زيركون كذا وعم يحبوا القومه. يعني اذا بتلاحظي هون الطوق في له اسواره عصبت رشا. هذا الطوق بتعرفي انه هي القطعه قد ايه حلوه اليوم حتى بالشتي، يعني هلا الصيف اكيد احلى، ولكن اذا كانت القبه عاليه قد ايه بتطلع حلوه يعني. مزبوط. انا عم بتخيلها انه مزبوط كلامك. ما هو هون القصه انه هي الموديلات كثير حلوه بالشتاء لانه بتظهر اكثر من الصيف. بس برجع بقول لك انه بما انه رجعوا درجوا بدك ماشي السوق. حتى في هدول القطع رشا كمان بالوان ذهبيه شوفي حلوه، بس المشكله يعني هدول كثير مشكله الوانهم يعني دائما فرجي لها هيك هيك خلينا نشوف على الكاميرا قد ايه حلوه العين قد ايه دارج السنه يعني قد ايه نحن محسودين شعبنا. وين ما رحتي بدنا نحطوا عين. هدى ذكرتي انه بتعاني من قصه الالوان، هلا نحن بنلاحظ هي الالوان الذهبيه بيروحوا لها بيقولوا لك برازيلي او روسي او هدول القصص انه المكفولين، هلا بالنسبه لهدول قديش مثلا مدى انه كفالته؟ هلا انا قطعي حاليا بكفل قطعه من سنه لثلاث سنين مع تبديل. يعني انا ممكن بعد سنه اذا حاكتني وهلا اللي عم يتابعني من زباني حيقول صح كلامي، اذا حاكتني زبونه بعد سنه انه اللون تغير او كذا انا فورا بعدل لها القطعه. بس القطعه كلها عندي مكفوله من كل شيء، حتى من ميه البحر الا البارفان. لانه هو البارفان من الاساس اذا الفضه بيسودها كيف المطلي ذهب. هلا انا هيك مو برازيلي، انا هذا مطلي ذهب، هذا بيجي معدن او نحاس، احنا بنقص ليزر ومطلي. فينا نقول مكفول اكثر يعني من مكفول اكثر من البرازيلي طبعا، لانه البرازيلي ما بينطلع متى ما اسود على الكب. انا القطعه عندي ما بتسود، ممكن تبهت بس على البارفان. حتى الفضي يعني
حلو كمان، يعني في صبايا بتحب هذا اللون اكثر من الذهبي. تمام، حسب الملابس يمكن كمان اللون الفضي. اليوم خلينا نحكي عن هذا المشروع صغير، هل هو مشروع ممكن اليوم يتعمم عند الصبايا؟ خلينا نكون نقول باب رزق لإلهم ضمن الظروف. طبعا بالذات الاكسسوار اي مصدر رزق كثير منيح وما بيخليك تحتاجي حدا. بس انتوا عندكم شكوى على طول اليوم هدى انه المواد الاوليه كثير غاليه، فوقت اللي انا بيجي بقول لك قد ايه القطعه بتقولي لي رقم، بقول لك واو انه معقوله يعني ما انا ذهب، هي اول كلمه يعني بجوز تسمعيها يعني. صحيح. فانت بتقولي لي فورا انه انا عم بتعذب للاقي المواد الاوليه، واليوم السعر يوم عن يوم عم يفرق، هذا الشيء عم بياثر على سعر القطعه للمستهلك. اليوم كيف عم تحاولي يعني ما تخسري هذا الزبون وما تخسري انت من جيبتك بالنهايه؟ هلا انا ما عم بتعذب. ليه؟ في مواد هي كلمة حلو. الكل كلمة التجار، لا أنا صريحة أنا ما عم بتعذب، بس الفرق الوحيد لما برفع سعري هو إنه بتكون الأسعار اختلفت. أنا ما برفع من أول يوم، أنا مثلا هلأ كلات الشهر هذا كله ارتفعت أسعاره وما حدا مثبت سعره. أنا بعد ما بطريقة أنك ما تخسري، يعني إنه يكون في مردود لو بسيط. هلا ايه مزبوط كلامك، بس برجع بقول لك هلا انت مثلا هذا الجنزير ما بتجيبي القطعه هي نفسها وبتبيعيها، يعني هي بتجي كميه وانا تمام. بشتغلها على ايدي لهيك ربحها الي مو ربحها لغيري. تمام. الصبايا اللي بتقول لك ما في مواد وما في كذا بتكون هي تتعامل مع حدا معين او ورشه معينه بشتغلها يعني. او ممكن تكون عم تجيب يعني شو بيقولوا لا اول باول، يعني انها ما عم تحط عندها كميات. تمام. هو هذا الغلط هلا ممكن براس مال كثير بسيط على فكره، يعني ممكن فيني لك مليونين بتجيبي كميه كثير منيحه وبتشتغليها. وبالنسبه للون برجع بقول لك ان غليت او نزلت الاسعار، هو اللون هو لانه هو طلي واحد، انت بتطلي وهي ودائما يعني حتى لو ارتفعت الاسعار هدى اليوم الصبايا بحاجه هاي القطعه، فاليوم قد ما كان سعرها يعني يعني حقها اليوم تلبسها هيك. صحيح. خلينا نقول انه صبيه اليوم حابه تتغاوى باي قطعه، فاليوم السعر يعني نتمنى انه اليوم يكون في مراعاه للوضع الاقتصادي وخاصه للصبايا. شكرا لذوقك هدى اليوم ولحضورك، وان شاء الله بتتجاوزي كل الصعوبات اللي ذكرتيها، ودائما هيك بتجينا باشياء حلوه وموديلات حلوه وخواتم سنة مثل ما قلت. شكرا لحضورك هدى، وان شاء الله هالمشروع بيكبر وبيكبر وبتحققي اللي بتتمني.